نجح درجال بالعمل على المنتخبات الوطنية والدعم لو نجح اتحاد كرة القدم في هذا الملف كرأي شخصي لكابتن حيدر محمود؟ كرأي شخصي أنا نجح درجال 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 فقط مو الاتحاد درجال هو اللي اللي كون علاقات مع رئيس الوزراء السابق مصطفى كاظمي وأيضا مع هذا رئيس الوزراء أيضا السوداني اللي عنده علاقات أكثر خارجية وشاركه الكابتن يونس اللي هو ايضا قريب لكن عدنان درجال قلت لك بعلاقته بشعبيته باسمه بتاريخه اذا نجاح درجال في هذا الملف يوازيه عدم نجاح لبقيه اعضاء الاتحاد لان انت الان نفيت دورهم معناها ما لهم دور اعضاء الاتحاد شوف اكو 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 ما لهم دور يعني شوف ستيجي على المنتخبات الاخرى نقول احنا الناشئين والاولمبي ايضا الاولمبي مع غانم عريبي مثلا اي بس أما نجت في فتره الاولمبيه ايضا بالبدايه وحتى الكابتن راضي اشتكى لان عدم توفير معسكرات ايضا منتخب الناشئين نفس الشيء الاهتمام الان تدري بطوله قريبه وكاس العالم تدري المنتخب الاول دائما يفضل اتمنى اهتمام ايضا بالفرق لان هي القاعده نقول الاساسيه لدعم ورفض لاعبين المنتخب للوطني هم الفئات نقول المنتخبات العمريه اللي هي الاشبال الناشئين والشباب الاهتمام يكون بها اكثر مع المنتخب الشباب ايضا كابتن عدنان كان قريب وقدم كل شيء للكادر التدريبي للمنتخب الشباب اكو اعضاء اتحاد كابتن كره قدم حاليين تفاجات بعمل